من بعد 2018 ريال مدريد 4 سنين من بعد عاوتاني في النهائي ديال تشامبيونز ليغ. كل شيء عارف كيفاش ريال مدريد وصل للنهائي، راه قصى باريس سان جيرمان، قصى تشيلسي، وقصى مانشستر سيتي، ودابا مع ليفربول كيف شفنا هاد لا بروميير ميطون. كنا كنقولوها في لي زيميسيون، حنا ما خايفينش من ليفربول، خايفين من حاجه اخرى هي الاربيتراج والفار، لان ريال مدريد راه سجل هدف والانتربريتاسيون ديالو يعني ماشي واضحه. هاد الفينال يعني واحد انطلاقه جديده لابينيا كازا مدريديستا، لان كلشي كيعرف كان الكوفيد، في وقت الكوفيد لي راسامبلومون كانوا واقفين، ما كان والو، واليوم الحمد لله ان تري كرون راسامبلومون، تقريبا 450 واحد اللي جات باش تشوف هذا النهائي هذا. Joie, ça dépasse le bonheur. Je suis très très fière d'être madridista. C'est la 14e, c'est pas la dernière. Inch'Allah, on attend toujours plus, on cherche toujours plus. On va avoir la 15e jusqu'à la fin, Inch'Allah. À la Madrid! الحمد لله. بعدا كنحاول نشكر هاد الناس كاملين اللي جاوا اليوم على هاد ليفينمون الكبير. ريال مدريد ديما كتعودنا على بحال هاد لي فيكتوار، الحمد لله. العام الجاي ان شاء الله غنطمعوا في لا 15، حيت حنا ريال مدريد ديما كنطمعوا في الرباح. وهلا مدريد. Bien, on va continuer de gagner, on est la meilleure équipe du monde, bientôt la 15e, Inch'Allah, on est les meilleurs, à la Madrid.